من الرحيم، السلام عليكم. نشكر الحضور ان شاء الله. هذا مني اول مره ان شاء الله نديروا هذه الندوه الصحفيه باش نوضحوا فيها امور كثيره. نشكركم على تلبيز الدعوه، وبربي ان شاء الله راح نحطوا المقابله هذه اللي فاتت في الصوره، والرئيس ان شاء الله يوضح الامور. اولا السلام عليكم ورحمه الله. اولا اليوم حقيقه الفريق جمعيه الخروب معروف بالاسلوب تاعو، معروف بالجماهير تاعو. احنا قبل ان نبداو الشامبيونا كنا واضحين في التسير تاعنا، كنا واضحين مع الطاقم الفني، كنا واضحين مع اللاعبين، ودرنا مجهود باه نوصلوا المرحله اللي حابين نوصلوها، وقلنا نديروا هدف. الهدف تاعنا قلنا نلعبوا الادوار الاولى، بصح ما اتضحت الرؤيه، مشينا باه نلعبوا الطلعه كما يقولوا لو شامبيونا. دونك حنا ما نكثروش الكلام بزاف، نهضروا على الحكم تاع المقابله هذه اللي فاتت اللي فرحنا له وزهينا في الخروب، وقلنا فور لا بروميير فوا يجينا حكم دولي نفتخروا به في الخروب. ونهضروا الوسائل الاعلام حاضرين، وكنا مدايرين له بسم ما نقدرش نقول لك. انا تفاجات للموقف نتاعو بعد ما التعيين تاعو كان فرحنا به ومشينا للمقابله، وقلنا بربي ان شاء الله راح تفوت مقابله في المستوى بين المتصدر، ونقول الملاحق ما نقولوش المباشر، مي فريق لاباس به تاع نادي تلاغمه. للاسف التعيين تاعو كان لينا فرصه باش نزيدو نقدمو في الترتيب تاعنا على حساب المجهودات اللي قاعد يديروا فيها اللاعبين والطاقم الفني. اليوم اتضحت لنا باللي هذا الحكم جاء على مهمه خاصه، وانا مانيش نذكر فيه خاطر ماه راهو دولي، جاب تكبر كبير، تكبر كبير اللي ما خلانيش انا كرئيس فريق نرتاح لهم بعد المرور تاع المقابله ومرور تاع الوقت. بدا يتضح لي باللي انسان متكبر، ماهوش ناعي نهضر فيه، راهو باشاره دوليه، ومانيش راح ننقص من قيمته. بعد ما وصل الفريق تاعي بعد الجمعه الرابطه قاعده تبرمج يوم الجمعه، تبرمج المقابلات على الساعه الثالثه باه يسمحوا للفرق وللاعبين يروحوا يديروا صلاه الجمعه تاعهم. بعد ما نوصلوا يقول لنا راكم روطار، وفي الروطار هذا احنا كنا على الواحده ونص في الفيستير، نعرفوا القانون، نعرفوا واش نديروا، نعرفوا الطاقم الفني واش يوجد. ومن بعد تشوف الفريق الزائر جا من ورانا ما قال عليه والو. الدوزيام بوان تاعو بعد ما بدات المقابله، بعد دخلنا وكنا متفائلين بالنتيجه ايجابيه على حساب الفريق نتاعنا، يلعب الادوار الاولى وفريق بارمي لي ميور ايكيب في لا ناسيونال دو. الحمد لله يا ربي ماناش نقصروا ولا ماناش ندير. المهم بعد ما دول الروتار تاع الجمعة ولنا ضربات الجزاء، حنا نلعبوا في المقابلة، السيد اللاعب تاعنا قاعد يدير في مجهود تقدر تقول عينوا حطوا في راسه، وكل ما نهضروا معاه يتكبر، وكل ما يهضروا معاه يجري لو بون دو توش. ما فهمتوش انا، لا يروح للطاقم الفني تاعي ولا سكرتير قاعد يدير لهم في الضغط باش يسمى يولي يقول لك انا نحكم المقابلة نسيرها كما نحب انا. معليش سي غربال راك دولي، نعت الشاره الدوليه تاعك سير تيران، ما تحقرش الناس وما تقدمش للناس. احنا قاعدين نلعبوا في كره القدم، تروح تمدلي تجيني ضربه جزاء شرعيه شافها العام والخاص ولي فيديو عندي، تروح انت دير له سيميلاسيون للجوار شتو قاعد يتحرك، قاعد عينتو في راسك وحطيتو في راسك، مع مرور الوقت زدت عطيتو بطاقه ثانيه، الاولى درتها سيميلاسيون اللي تمد لي بيناتي، تروح سيميلاسيون ما تمدوش بريمير افيرتيسمون، من بعد تاتاكيه باه تكسر الفريق، باه الفريق هذا ما يمشيش. وهكاك ودرنا مجهود وسجلنا هدف اللي ما تقدرش تنحيه. هذه نهضروا في اطار كرة القدم. بعد الشوط الثاني دخل كانه انا هو الدولي، انا هو الحكم اللي ما يقدر يهضر معايا حتى واحد. ما فهمتش انا على يديرنا هكا،
ما فهمتش علاش هكا. بعد التعيين تاعو قلنا باللي بكل الناس كل فرحت لادفيرسير هبط يديه ولا هو اللي كسر لنا جنحينا به. وصل لادفيرسير وصل حتى الدقيقة هذيك وين قاليزنا وهكاك ودرنا مجهود وبقينا بعشرة نلعبوا في المقابلة بعشرة وما حبيناش نديروا ودرنا مجهود جبنا ضربة جزاء ثانية وشافها ثاني العامون الخاص ولي فيديو كاينين وبربي إن شاء الله ما سكتوش على حقنا. هذا الفريق هذا راهو محقور يا سي غربال، ما قلنا لكش احنا اروع اعطينا حقنا قاعدين دومونديو في حقنا ولا فان دي ماتش تجي تولي تهضر تكثر تخشن راسك علينا ودخلنا في دوامه وكي نجيو نريكلاميو ديري لنا تقرير اسود ومن بعد ان شاء الله السكرتير راح يمد واش دار لنا في التقرير تاعو. درك انا ما نقولش انا نهضر هنا على حكم يسمى يجي اربيتري ان ماتش اللي نفتخروا به ونديروا به يولي فزد يكسر لك المقابله ويكسر لك اللعابه ودي بروفوكاسيون كونتر لي جوار دي بروفوكاسيون كونتر لونترينور كونتر لو بريزيدون ويحوسوا نسكتوا. زيد نعطيكم حاجه اخرى، الفريق تاعي ما نقولش تاعي، فريقنا جمعيه خروب معروف في الساحه الرياضيه، فريق عنده قيمه، فريق يلعب كره القدم نظيفه، فريق لاباس به. العام هذا نقول لكم تعرض لضربات الجزاء في الدقائق الاخرى فوق ثلاثه ولا اربعه ومدوهم وما هدرناش وما قلناش وجامي شكينا وجامي حكينا. 19 جوله جامي ان بريزيدون تاع الخروب ولا سكرتير ولا ستاف راح ديكلارا بلي الاربيتر هذا ماهوش مليح ولا مليح. الحمد لله يا ربي كي جانا احنا عليه وصلنا نهضروا اليوم حقره هذه ولات حقره ونهضرها صح اي حقره هذه. احنا حقنا ما يروحش يا جماعه، انصفونا برك الهيئه الرياضيه على مستوى الرابطه ولا على مستوى لا فيديراسيون انصفونا بارابور للحكم الدولي هذا اللي جاب شخصيه تاع انه هو ربكم الاعلى. هذه ما تعديش، هذه ما تعديش يا جماعه. الفريق راهو مظلوم، الفريق راهو محتل المرتبه الاولى من اول لقاء، من اول لقاء 19 جوله وانا في المرتبه الاولى. ما جبتهاش هكاك، جبتها بالعمل، جبتها بالخدمه، جبناها بمجهود كبير باه وصلنا للمرتبه هذه. يجي سي غربال دولي يجي ما يهضر معاك ما يفخرك ما والو ويزيد يقول لك نحط انا واش نديسيدي هذاك هو، يقول لك انا ما كانش يهضر معايا، انا دولي عندي اشاره دوليه. وبارك الله فيكم وكاين لو سكرتير ربي ان شاء الله يزيد يعطيكم واش كاين تقارير ومنا ويزيد يعطيكم كلمه اخرى. حنا تقرير او يزيد يهضرك مع التقرير اللي درناه للرابطه معه لي فيديو معه لي فيديو لي سي دي ان شاء الله نديوهم وبربي ان شاء الله يزيد يهضركم. والسلام عليكم. جاء لي مهمه خاصه اداها بنجاح واتقنها وعرف واني كيفاش يتقن اللعبه تاعو. في بدايه اللقاء يقول بلي احنا جينا روطار، انا نزيد نعاود نرجع شويه واش قال رئيس الفريق، احنا ما جيناش روطار، احنا صلينا الجمعه كيما الناس كامل وجينا للملعب. المهم التصرفات تاعو كانت غير اخلاقيه تماما بالنسبه لنا احنا. احنا لانه محاكم هو اللي يعطي المثال، يكون قدوه باش تكون الناس كامله تكون في صوره مليحه. احنا هذا الحاكم هذا رغم استقبالنا له يعني استقبلنا استقبال جيد باذن الله. سيدي رانا وجدناه فيه ضربه جزاء فيه كل ما يخص اللقاء، راح نقدموه مع تقرير مفصل وفيه كل شيء للرابطه باذن الله الرئيس الرابطه، ونقدموا حتى اعلى هيئه كرويه في الجزائر اللي هي الاتحاد لكره القدم. لكم التقرير تاعو اللي داروا يعني احنا بالك ما كانش من حقنا باش نهضروا معاه اصلا. انا شخصيا تكلمت معاه في نهايه اللقاء قلت له سي مصطفى راك، قال لي انا ما نغلطش. قلت له لا قلت له انت تغلط وانا نغلط الناس كل تغلط. قلت له بصح هذه تقول لي ما تغلطش راهو تكبر، راهو تكبر. وحنا حسينا باللي فريقنا مستهدف وفريقنا ملي بدينا البطوله وحنا نعانيو في هذا الكلام الزايد هذا باللي كاين ناس خافيه تعاون في الخروب تعاون في لايسكا، ما كان حتى واحد يعاون فينا كراس جوار كراس اونترينير كراس ستاف تكنيك ميديكال الاداره الناس اللي راهي واقفه مع والناس اللي تحب الفريق وقاعده تعاون في الفريق بالاموال تاعها وبالجهد تاعها والناس كل عبالها قادر في مقابله مصيريه يدي لنا تعب تاع عام كامل. احنا الهدف تاعنا الاول والاخر ماشي هذه المقابله،
حنا نطلبوا نزيدوا نعاودوا ان شاء الله باذن الله لجنه الانضباط تدرس مليح هذا الملف، لانه فيه ظلم لجمعيه الخروب، وحنا والله ما ساكتين على حق الجمعيه، ما نسكتوش على حق الجمعيه، وراح نبقاو نطالبوا بحق الجمعيه، رغم انه كاين في بعض الملاعب ساح الدم وحبست لابارتي وما داروش الويكلو. حنا 3 فوا وين الفريق تاعنا، وين يعني الجمهور تاعنا يتحرم من فريقه، على بالهم بلي انصار الجمعيه كبار وانصار الجمعيه كيعودوا في يومهم يفوز الفريق بيان سير بالمجهودات تاع المدربين واللاعبين. انا في الاخير أنا صدمني هذا الحكم بكل صراحه، رغم اني كنت حاطه في مرتبه عاليه وكبيره وهذيك، لكن التصرفات تاعو المتكبره يعني اسمح لي، ما تقدرش تكون دولي وما تقدرش تكون حكم عالمي. خلاص انت ظلمت الفريق، احنا باذن الله اخر كلمه نقولها باذن الله، احنا والله ما ساكتين على حق الفريق، والله غير نسترجعوا حق الفريق باذن الله وبالقانون، وباذن الله ان شاء الله نروحوا بالشيء تاعنا للجنه الانضباط، وان شاء الله رب العالمين يعطينا حقنا، والله يسكب ربي ان شاء الله ما تتحقرش. والهدف الاول والاخير تاع جمعيه الخروب هو الصعود، انا نقولها لك منا ونزيد نعاودها لك، جمعيه الخروب راح تلعب الصعود لاخر دقيقه من البطوله، والسلام عليكم.